ترأست سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة الثانية ضمن الاجتماع التشاوري العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي في مملكة إسواتيني، والذي يناقش أهمية الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا والعالم العربي. ودعت الفاضل خلال الاجتماع إلى تبني مبادرة بإطلاق منصة عربية أفريقية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن التوجيهات الملكية السامية المستمرة بدعم المبادرات والمساعي البرلمانية الدولية الهادفة إلى تحقيق الخير والنماء للأوطان وتقدم شعوبها. أحب أني أغتنم هذه المداخلة بالتأكيد على الدعم البحريني البرلماني المستمر لرئاسة المغرب للرابطة، وهذه طبعا انطلاقا بما تحظى به العلاقات بين البلدين من رعاية ملكية وما تمثله هذه الرابطة من تجمع برلماني واسع يناقش التحديات والفرص والدور البرلماني للتعامل مع الملفات الهامة. بالنسبة للمشاركة في الاجتماع بمملكة إسواتيني الصديقة، فهو يتناول موضوع أهمية الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة. مثلت مشاركتي في هذا الاجتماع البرلماني فرصة لاستعراض أبرز المبادرات البحرينية في مجال تعزيز الاقتصاد الأخضر، وهذه طبعا من خلال الدعم البرلماني لإعلان الحكومة الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية وتنفيذ 95% من الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة، وكذلك إقرار التشريعات المناسبة. أما بشأن يعني أبرز توصيات المشاركة البحرينية، فهي تتعلق بتطوير تقنيات معالجة تحديات المناخ وزيادة رقعة الأشجار، بالإضافة إلى تبني إطلاق منصة عربية أفريقية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة.